هاو دي مجيه الكريسيا والبربرغو دور الجنسنو مثل واي فورتي لو كاميرا إكاشي لنفيتي إفاشي اللي حصل في الزلزال يا حبيبي ملابين واللي حصل في التاكسي يا حبيبي بيانزيسي واللي تسيا والنجوم عديناهم للحكوم اللي يبكي واللي سيح واللي قطع واللي تيح واللي ما حرفوش الحد في الزلزال جي يتخذ واللي سعر وصبح عسي يعمل ركبة في التاكسي فنانين وفوليتيك والوجوه المدياتيك اللي غني واللي يشتح واللي يمثل فوق المسلة المعارض واللي يحكم اللي واخر واللي يظلم الشجاع مع الخوافي كله يحصل في المنديل كما قلتها سابقا الزلزال هو ملاذ الجميع لكن الآن الزلزال والتاكسي هما ملاذ الجميع صحة شربتكم ومرحبا بكم في كاميرا كاشي تونسي زوز ضحايا نتاعنا اليوم هما لطفي بوشناق في الزلزال وحنان الشقراني في التاكسي وخايب والله نتكلم عليك وخايب والله نتكلم عليك شاب الله لطفي عرفناه حساس أمام الجمهور أنا حلمي بس كلمة إن يظل عندي وطن لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن خذوا المناصب والمكان وحابين نعرف المرة هذه ردة فعله قدام حدث مفاجئ ومرعب للزلزال نسمعك في حاجة رمضان عندي كل شيء سواء أغنية دينية الآن وباش نعدي بعد لا شوي لا توا لا ما نجمش بكل صراحة أما موجود نعطيك موجود عندي أكل أعمال الرمضانية 30 ابتهال عندي حاضرين الله غالب أقولها بكل لا الله غالب هذه باش نتوقف عندها الله غالب أنا عيت وشوفوا حالي كيف فنيت بداية تحديد لطفي بوشناق على المصاعب اللي تعرض لها تزامل مع الرجل الأول اللي خليته يضحك تأكيد قسم الأخبار وقوى الرجاء باش يخلي لطفي يصدق أنه أمام زلزال وكذلك على نحمل المسؤولية كذلك للأطراف الفاعلة في صياغة قوانين لأن الفنان اليوم التونسي يشكي من غياب أنا هذا الكل أخويا أنت سيدي وعلى رأسي هذا الكل عندي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الرجل قوي خلي ضيفنا يشهد مع اشتدادها باش يختار يخبي روحه تحت الطاولة لطفي بوشناق مع تتالي رجيت وسط حالة فتح الباب وقعدوا معنا بعد الفاصل Thank you.
منه ولهذا الليبالي كله ضو. قص قلهم يقص عليه الضو. دز الباب دز دز. استنى استنى كم تسرع. استنى رغم الوضعية المفاجئة والمرعبة اللي قالت في روحه فيها، فإنه كان هادئ وحاول في كل مرة ينصح الهادي إنه يحمي روحه تحت الطاولة. حالة خروج من الباب لو وجدت على طريقة أخرى يهرب بها من استوديو. كيت لابا كيستي راكم ضو ضو لباس لباس فم فم ضو طاولة مع توقف الزلزال وبكل هدوء قرر لطفي بوشناق الخروج من الشباك، ورغم الصدمة ما نساش باش يهز معاه مفاتحه ونظارات. سيس البلار سيس الضوء لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذيك آخر كلمة أول كلمة تدخل واللي يصير مبروك وماني وليدك وعمل أعمالك لله. لو بليز انتليجون في صبر جيري افيك لي سيتياسيون ديفيسيل.